ولتحليل أبرز ما جاء في أسواق المال المصرية وأيضا الإماراتية ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذة حنان رمسيس محلل أسواق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية. أرحب بكم على قناة أزهري ببرنامج أرقام وأسواق. مساء الخير يا أنجي. مساء النور. يعني بداية أستاذة حنان، ننتقل لأسواق المال الإماراتية والتي شهدت ارتفاعات جماعية، ما تقييم حضرتك لسوق أبو ظبي المالي؟ طبعا احنا برضو ايه بنقول ان الاسواق الفتره اللي فاتت الخليجيه كانت على انخفاضات متواليه، لانهم طبعا متوقعين ان رفع اسعار الفايده بيؤثر على الدولات عندهم بالسلب، لان يعني الاسواق الخليجيه بسبب انها مرتبطه بالدولار ومرتبطه في النفط، لما بتيجي الولايات المتحده بترفع اسعار الفايده فهم بالتبعيه بيضطروا لرفع اسعار الفايده، يعني مش هقول لك بنفس الوتيره ولكن بيبقى الاتجاه هو الرفع. ولكن في جلسه اليوم يعني اختلفت الرؤيه، وده بيرجع لعدة أسباب. إن النهارده المتعاملين الأجانب في جلسة اليوم كونوا مراكز شرائية في العديد من الأسهم القيادية في سوق أبو ظبي وفي سوق دبي الليل احتفاظ بيها، لأنهم شايفين إن الفترة الجاية هتبقى فترة رواج قوية في الأسواق الإماراتية. بالنسبة لسوق أبو ظبي النهارده استطاع أن يحقق مكاسب قدرها 36 مليار درهم، ارتفع المؤشر بنسبة 44% لمستوى 10015 نقطة، بقيم تداولات 2.57 مليار درهم، وبقيم بتعامل 627.57 مليون سهم، وحققت العديد من الاسهم ارتفاعات على يعني على راسها ابنك للحصه 4.2%، الدار العقاريه 2.64%، وفي عندنا بروج عملت 1.37%، ودانا غاز عملت 1.93%. برضه عاوزين ننوه ان السوق الاماراتي مهتم جدا بالعيد من القيود الجديده. امبارح طبعا دق جرس التداول لافتتاح جلسه نسدك دبي على قيد جديد هو سندات الخزانه الاتحاديه، وده نوع من يعني الزياده في الاستثمارات وجذب استثمارات ماليه جديده، وتم التغطيه طبعا باكثر من 6.2 مره. وبتبقى الاجال متعدده حتى 5 سنوات، وده وجهه نظر استثماريه جيده في الاصول او ادوات الدين الاماراتيه المقيده في الاسواق. نعم، على ذكر دبي، سوق دبي ارتفع ايضا النهارده، ما تقييم حضرتك؟ سوق دبي النهارده ارتفع بنسبه 92% لمستوى 3462 نقطة، بقيم تداول 880.45 مليون درهم، بحجم تداول 233 مليون سهم. طبعا في العديد من الأسهم النهاردة كانت عاملة انخفاضات في الفترة اللي فاتت إن هي تعمل طفرة جيدة. عندنا إعمار للتطوير 4.3% ارتفاع، إعمار العقارية 1.59% ارتفاع، ودبي الإسلامي عامل 1% ارتفاع. وفي كمان ارتفاع في القيمة السوقية لسوق دبي، تقريبا ارتفع بقدر 54 مليار درهم. طبعا في اهتمام بالضخ السيولة قوية من قبل المستثمرين في الأسواق الإماراتية، لأنهم شايفين أن الفترة القادمة هيبقى في نشاط قوي للأسهم وبالتزامن مع العديد من القيود الجديدة. ودينا شفنا أن على الرغم من الأزمات العالمية إلا أنك اكتتاب سالك تم بنجاح، ويعني هو في طور الى القيد والتداول ان شاء الله في 29 من الشهر الحالي. نعم، الرئيس التنفيذي لمجموعه الحبتور اعلن ادراج المجموعه في سوق دبي خلال عامين، ما تقييمك لهذه الخطوه؟ انا بعتبر هذه المجموعه بنفس قوه الطروحات الحكوميه والشبه حكوميه المتواجده في سوق دبي. طبعا شركه عملاقه متواجده في السوق الاماراتي من سنه 1970، لها العديد من الاستثمارات سواء في مجال العقارات، في مجال الضيافه، في مجال السيارات وتاجير السيارات والمعارض، في مجال التعليم والنشر والتثقيف، وكل الانشطه دي مش داخل الامارات بس، لا داخل وخارج الامارات باستثمارات بمليارات الدولارات. طبعا وجود شركه قويه مثل تلك المجموعه سيكون اضافه الى الاستثمارات في بورصه دبي، وهيجتذب العديد من المتعاملين سواء في منطقه الخليج او المنطقه العالميه، لان طبعا انشطه الشركه القويه بتدعم قيد قوي، وده طبعا هيبقى مع سياق اهتمام حكومه دبي بتنشيط بورصه دبي وبوجود تداولات لاسهم ممتازه
واسهم لها استثمارات خارجيه، وهتحقق زياده في راس المال السوقي لسوق دبي، وهتتسبب في ان يبقى في تنوع في الاستثمارات، فتجتذب متعاملين اجانب جدد، وتجتذب العديد من المتعاملين الراغبين في تنويع محافظ استثماراتهم. نعم، بشكر حضرتك أستاذة حنان رمسيس محلل أسواق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية لمشاركتها معنا اليوم.